مشاهدينا، ملفنا الصباحي بيتحدث عن موضوع في بالغ الأهمية. لكل شخص صفات ذاتية وصفات مكتسبة تؤثر في تكوين شخصيته، إضافة إلى عوامل كثيرة تحيط به من أصدقاء والبيئة في الأسرة والمجتمع. وللوصول إلى الطموح ينبغي أن يكون كل شخص مسؤول عن صقل مهاراته والعمل على الارتقاء بقدراته، إلا أن هذا الطموح قد يصطدم بعض الأحيان بين إرضاء النفس والأسرة أو حتى المجتمع، وهو ما يجعل هذه الأمور عائقا في وجه التقدم الشخصي وأيضا تحقيق النجاح والرضا الذاتي على حساب تحقيق رضا الأهل أو المجتمع. للحديث عن الموضوع يسعدنا أن يكون ويانا الدكتور نادر الياغي، استشاري النفسي، ونناقش وياه هذا الموضوع، طموح الفرد بين ذاته ومجتمعه وعائلته. مرحبا بك دكتور وصباح الخير. صباح الخير. يا مرحبا بك دكتور. مرحبا. بداية، يعني هذا الموضوع في بالغ الأهمية، يمكن أيضا للفرد تحديد الطموح بينه وبين ذاته، فكيف ممكن أن يتم تحديد هذا الأمر؟ شوفي، الأهم الطموح بالنسبة لأي شخص فينا، احنا زي ما بنقول هو الحافز لتحقيق اي هدف. الطموح دائما في فرق ما بين، احنا دائما في تصنيفات كتير عشان نعرف الفرق ما بين الشخص او الانسان الطموح من الشخص العادي. احنا بنسميه دائما، انا نوع من نوعين من الشخصيات، يا اما شخص يكون فاعل يا اما ردة فعل. الاشخاص اللي عندهم طموح هم بالفعل فعل، هم شخص فعال في المجتمع، نعم. عنده اهداف يستطيع ان يحققها، عنده قوة، عنده قدرة. كمان نقطة مهمة، يجب أن أفهم الوسائل اللي عندي اللي تستطيع أن تصل بي إلى هذا الهدف. جميل. الطموح دائما لازم يكون مرهون بهدف معين. هذه الأشياء كلها هي بتقول أنا فاعل، أنا إنسان فعال في المجتمع. الأشخاص الكتير اللي في عنا، بعض منهم بيكون ممكن يكون عنده طموح ولكن إحنا بنسميه يعني مرتخي وهذا الشيء، لأنه هو للأسف عنده الطموح هذا الشيء أو الهدف اللي عاوز يوصل له، ولكن كل حياته يعيشها ردة فعل. نعم. يعني في العمل تبعه، في اختياره للمهنة تبعته، في احنا بنقولها مثلا لما بيحاول يروح على التنسيق في الجامعة تبعته، نفترض التنسيق تبعه ممكن يوديه إلى جامعة معينة، إلى كلية تربية مثلا، وهو نفسه في هندسة، والأهل شايفين أنه في الآخر لازم أنك أنت تروح على هذه الكلية فقط، نعم، لأنك تلحق تساعدنا وكذا كذا. هذه اللي احنا بنتكلم عليه هنا. انت اذا عندك طموح وفي تعارض بينك وبين المجتمع او تعارض بينك وبين الاهل، هنا هذا الحافز. اذا عاوز اعرف انا بالفعل حقدر اسيطر على هذا الشيء اللي هو انا طموحي واهدافي، ممكن اقدر اتعامل فيها مع الاسرة واقدر اسيطر فيها على المجتمع، والعكس صحيح، في أشياء، نعم، كثيرة أخرى ممكن تحصل، نعم، مع الناس. فدكتور، يعني هو هذا الشخص يعني هو متلقي بالنهاية ولكن ليس هو صاحب القرار في حياته. نعم. يعني هو متلقي، يعني مثل ما يقولون go with the flow، أو يس، يذهب بالمسار، صحيح، اللي الدنيا تأخذه، ما يكون هو متحكم، نعم، في نمط حياته. نعم. نعم. هذا الشخص احنا برضو كمان توضيح له، احنا بنسميه زي الاسفنجة. نعم. الاسفنجة اللي هي يتشرب. نعم. تتشرب كل شيء، هي تتشرب الجيد والسيء. نعم. كمان هنا النقطة المهمة، أنا عشان يكون طموحي أقوى، يعني كيف؟ أنا عندي طموح والأسرة فرضت علي أو المجتمع، خليني نجيب مثال، لأنه هي هذه الأشياء الأساسية اللي بتحدث في المجتمعات العربية بالذات، لأن احنا نعيش في الوطن العربي. أنا أمنية حياتي نفترض أني أكون شيف، شيف مطبخ، ولكن في الثانوية العامة أو في الهاي سكول تبعتي اللي عاوزة توديني التنسيق تبعي وداني على تخصص إرشاد وعلم نفس، والأهل في هذا الوقت هم يعني شافوا عندي، نفترض الوالد أنه هو شاف عندي إخوان اثنين مهندسين، هو يتمنى أن أنا أكون مهندس، نعم، لأن أنا أصبح في عندي ثلاث مشاكل، ثلاث خيارات مختلفة جدا. أنا مش هقدر أتناقش مع الأهل وأقول لهم أنا أمنية حياتي أطلع شيف، لأنه حي ممكن مع احترامي لهذه المهنة، ولكن حيقعد يقول لك لا يعني أنت بدك تضيع وقتك في الجامعة عشان تطلع شيف، لا، ما هذا أي واحد ممكن يعملها ويشتغلها، مش مهنة محتاجة شهادة، مع احترامي لجميع المهن، بس هذه هي تفكيرات المجتمع، لازم نكون واقعيين. نعم. تفكير المجتمع بيحصل معه هيك، فبصير في عندي مش قادر أخذ القرار، طموحي إني أنا أروح لهذا الشيء، المجتمع بيطلب مني شيء، التنسيق أو اللي هو بمعنى الصح الموارد تبعتي، أنا مواردي ما قدرت، نعم، الثانوية العامة توديني لغير التنسيق تبعه وداني هان. هذه من أهم الخطوات والمشاكل الكبيرة اللي بتواجه أي بني آدم فينا، إذا كان ذكر أو أنثى، في موضوع الطموح، وهي هذه أهم مرحلة، الطموح تبعتي وقت الشهادة، نعم، والتخرج والطريقة اللي أنا بدي أشتغل فيها. كمان في عنا مشاكل كتير حنلاقيها في الطموح، أنا أحب مهنة الموسيقى،
معي شهادة محاسبة وكلمنا فيها قبل أني أشتغل في مثلا في مطعم. نعم. فكل المسارات مش موجهة نحو خطة واحدة يعني. لا. كل مسار متفرق عن الآخر. هذه هي النقطة الآن اللي حنتكلم عليها. ما هي طموحي؟ حرجع الآن هذه اللي نتكلم فيها كل مرة كنا نقول بنأجلها لازم نتكلم عليها في حلقة كاملة. هنا الطموح واضح حيكون هو المسيطر على في الآخر الممكن ينجح. إذا بالفعل أنا حققت الهدف المجتمع تبعي خلص يعني أنا أعطيتكم الشهادة اللي أنتوا طبعا كل المجتمع بيرفض أنه حتى لما يريد أن يتزوج أو حتى المرأة كمان بتقولك لازم يكون معها شهادة لأنه سلاحها لا سمح الله طلقت لا سمح الله صار انفصال أرمل كذا طيب ما كل هيتنا حنضلنا نفس الكلمة اللي احنا من بداية اللقاء بنتكلم كلنا حنكون ردة فعل فقط للمجتمع ما المجتمع في الآخر أنا وإنتي وكل هيت المشاهدين قاعدين بيتفرجوا علينا مش حنقعد كل هيتنا نفرض على الطرف الآخر شيء احنا محتاجينه وكلنا حننظر بطبقية للطرف الآخر هذه هي المشكلة في الطموح أول نقطة مهمة جدا لكي تحقق أهدافك إذا نظرت نظرة مهمة جدا ورقم واحد المجتمع هقول لك اقعد في البيت وما حتنجح لانك ما بتقدر اصلا انك ترضي كل نهائية. افراد المجتمع نهائية. اكيد لان المجتمع زي ما قلت لك في الاخر احنا حنضلنا دائما في خلاف المجتمع نعم. رفض والمجتمع طلب والمجتمع كذا والمجتمع هوائي ومزاجي وبعدين بيقول لك لا الان والله المجتمع وعنده توقعات يمكن لا تتناسب مع رؤيتك انت لمستقبلك او لحياتك او لطموحاتك دكتور في اشخاص يخافون من الطموح ولا لا في ناس يخافوا من الطموح لانه انتبه الطموح تحدي انا الان اطمح في اني انت في يوم من الايام كنت تطمح انك توصل لمذيعة وتقفي ورا الكاميرات في غيرك انا بعرف يعني امبارح بالصدفه كنت بتكلم مع ابنه صديق لي في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عمرها 19 سنه ولسه داخله سنه اولى فبسالها شو طموحك بتروح بتجيب لي اسماء مذيعين وكذا هنا هذه نقطه مهمه هذه شوفي انتبه اللي في السن هذا مش بخافش منه انه ممكن يكون عنده اهداف وطموحه لانه لسه عنده كيف احنا بنقولها انه روح الشباب والانرجي القدره والقوه والكفاءه والطاقه دي والطاقه كثير كثير وعنده اللي احنا بنسميه روح المجاسفه لكن انا لما اجي اتكلم مع واحده عندها 35 سنه وان اقولها انت مش كان طموحك تكوني مذيعه ترجع لورا وتقول لي والله بس معقوله في هذا السن اني هعمل هيك اذا طموحك قويه جدا مش هتخافي هذا الإجابة لسؤالك إذا عندك طموح بالفعل وحلم كان كبير وبالفعل إلقائك جيد شكلك لا بأس فيه الأشياء كلها عندك الثقافة عندك الأشياء هذه أنا مش لازم أقولك أنك مذيعة محترفة ولكن تحقق شيء بسيط من هذا الحلم إنه ولو حتى لو رحت عملت تيست كاميرا في بعض الحين العلم يعني يمكن كنا بنحكي تحت الهواء على إشي مشابه لزيك في شخصية منهم كانت عندها أمنية حياتها تصير هذا الشيء بس هي يعني شخصية مهمة مش عاوزة تصير مذيعة حققنا لها هذا الشيء احنا عملنا لها في شركات الانتاج فيك تعملي حاجه اسمه تاخذ سي دي انه تعمل اختبار مثل الاختبار اختبار اللي هو البرنامج واختبار ورا الكاميرا اللي هو انه تعمل تعليق اخبار حلو انتبهي هذا نوع من انواع الطموح هي حققت هذا الحلم هذا ولو بطريقه معينه يعني ولكن بس يعني هي خلاص كان عندها اهداف في حياتها عندي 6-7 اهداف انا حققتها وللعلم اعطاها باور واعطاها طاقه غير طبيعي حلو لان هي كان امنيه حياتها انه تشوف نفسها في هذا الشيء وكان شيء خاص بالنفس كذلك المضي قدما في حياتها حلو هذا من انواع الطموح في ناس اللي انت قلت عليهم اللي بيخاف طبعا هو هذه الكارثه انه هو رده فعل حنرجع ثاني نكون مو رده فعل بضطر انكمش لانه هو هذا الانسان اللي هو عنده رده فعل دائما يعيش في حياته رده فعل منكمش وما بيقدرش يكون متفاعل وانسان فعال في المجتمع طب دكتور الاشخاص هايله المنكمشين واللي هم مثل ما سميناهم اسفنجه يتلقى ورده فعل عايش حياته كرده فعل هل في امل منه في يوم من الايام انه يصبح شخص فعلا متحكم ومسيطر على طموحه وعلى قراراته في الحياه شوفي هذول الأشخاص أنا بنواجههم إمتى؟ بنواجههم لما بيتجوز أو لما بينجب أو لما بيوصل بعد سن 40 في هذا السن إحنا دائما بنقول مهم جدا الرجل والمرأة المرأة بتبدأ تتحاسب بعد 42 و43 بس الرجل بيبدأ من 38 ل40 بيرجع بنسميه إعادة حساب بيصير فسيولوجيا تغير وصار عنده أولاد أو ما عندهش أولاد بيرجع بيصير في عنده حسابات للحياة القديمة أنا ما كان طموح يكون في المكان هذا مع أنه ممكن يكون ناجح للعلم ويكون حالته المادية جيدة ولكن مش طموحي كان هذا وهكذا شوفي لو هو بالفعل صحي ووجد عمل مقارنة بين حياته اللي كان يطمح بها والحياة التي يتعايش بها الآن في هذا السن ممكن نساعده يروح فيها الحالة الثانية اللي هو ممكن تحصل معاه صدمة انه في الاخر زوجته تصدمه او اهله يصدموه اصحى
انت طول عمرك رامي نفسك في المحل كذا، او انت طول عمرك رامي نفسك في كذا كذا، فهان بتصير صدمه، هان كمان ممكن نساعده. الحالتين هدول ممكن 50%، لانه 50% في صدمه حصلت وممكن صحيح. ولنتبه في نقطه مهمه جدا، الطموح الناجح جدا اللي هو يعني بنخليه مثلا ممكن توصل الهدف تبعك اسرع من الشخص العادي اللي بيجي بعد صدمه، وهذه مهمة جدا. الصدمات هي اللي بتخلق في عنا نوع من أنواع التحدي. صح. وأهم حاجة في الطموح تبعك يكون في تحدي للشيء هذا اللي أنت تريد توصله. فباختصار إنه العملية هاي عندي الحالتين هدول بيكون سهل جدا. الحالة الثالثة الصعبة اللي ممكن أنا ما أقدرش نعالجها، اللي هو بالفعل إنه هو ما عندوش طموح، ما عندوش هدف، ما عندوش أي شيء. يعني فهذا كارثة. أيضا شخصيته من هذا النوع صح موجود. دكتور يعني نعم. أيضا الشخصية تلعب دور هنا في تحديد ما إذا كنت شخص طموح ولا لا. صحيح. نعم. صحيح. شخصية تلعب هذا الدور. طبعا. طب دكتور أيضا اليوم دور الأهل، نحن نتكلم أيضا لو نقدر كأهل أو كأولياء أمور إن نزرع هذا الأمر في أبنائنا، شو نقول لكل ولي أمر يتابعنا اليوم؟ اي حاجه بالنسبه للابناء اللي احنا بنتكلم عليهم في سن مراهقه او اي لغايه حتى 19 سنه، دائما في حاجه اسمه التجربه. دعيه يجرب، خليه يجرب اي شيء، يجرب فكره انه ممكن ينط من يعمل العاب، مش لازم ينط، اقصد العاب رياضيه حتى ممكن تكون فيها شويه خوف جامبنج الاشياء اللي يكون فيها جرأة. شوفي انا مش حاضر افهم شو طموحي او شو هي هواياتي الا غير عن طريق التجربه. ما دائما ما خليهوش دائما منغلق وهي بس فقط روح المدرسه في العاب رياضيه معروفه، السباحه، مش عارف كذا كذا، لعبه كره القدم. كل نوع من المخاطره يعني. لا. دكتور المخاطره اللي هي احنا بنتكلم فيها نوع من انواع التجربه واللي فيها امان لهذا الشخص، ثقي وتاكدي بتعطي فينا روح جديده جدا. طبعا. بتعطي فيها حافز، بتغير من طبيعته هذا الشخص، بتلاقيه بيبدا يشعر الطفل بالذات او البنت او الولد يبدا يشعر انه هو ممكن يكون منطلق او منفتح على المجتمع الخارجي. بيقدر يفهم طاقاته الداخليه شو هي. فكل هي عشان اوصل الى مراهق او طفل ممكن يكون في حياته ان شاء الله انسان طموح، احنا بنقول له حاجه اعملها اسمه روح التجربه والمغامره. حلو. نعم. حلو دكتور. ايضا هناك يعني الكثير من الأشخاص يعني يسعون دائما إلى إرضاء المجتمع وإرضاء الأسرة تحديدا. صح. وتكون مثلا توجهات أو رؤية الأسرة لطموح أو مستقبل هذا الشخص غير طموحاته ومستقبله هو. نعم. فكيف هنا يقدر الإنسان أن يتحكم أو يوازن ما بين إرضاء المجتمع والأسرة وبين إرضاء طموحاته الشخصية نفسها؟ أوكي. شوفي أنا الآن عندي فترة من الزمن وصلت لعمر نفترض 37 أو العمر اللي هو في بداية اختياري للمهنة اللي أنا عاوز أخدها أو الشهادة اللي أنا عاوز أخدها. إذا وجدت أن المجتمع أو الأسرة مسيطرة جدا علي في أنه يجب أن أختار هذه الشهادة أو هذه المهنة يجب أن أمتهنها، أنا حضطر أرضخ. أنا حتكلم بمثال صراحة، لماذا في بعض الأحيان إحنا بنرضخ لهذه الأشياء؟ لقيم للمجتمع، قيم للأسرة، قيمة للأب، قيمة للأم. يرفض الأب وترفض الأسرة أني أنا أشتغل مثلا في مهنة محددة، فلذلك أنا بوافق بس على شرط. أنا ممكن يكون في عندي إحنا بنسميه تضحية، ولكن التضحية يجب أن تكون إلى وقت محدد. إذا أنا حضحي، شوفي الأول أنا ضحيت في اختياري الجامعة اللي أنا سبتها للتنسيق وشبتها للمجتمع وللأسرة، وضحيت كمان في أني أنا ممكن أخليهم هم في المهنة اللي أنا كنت عاوز أخدها، فهم قالوا لا لا لازم تشتغل هاي الشغلانة لأن عائدها المادي كذا. وكمان ضحيت في اختيار شريك الحياة، أنا يمكن كنت أريد أن جنسية معينة وكذا. هنا نقطة لازم ننتبه، أنا ما عنديش مشكلة، أنا مش بقولك أنك تكون متمرد عن المجتمع. نعم. ولا متمرد على الأسرة، ولكن في تضحيات إلها وقت محدد وتنتهي. صح. والآن يجب أن تظهر شخصيتي الحقيقية. أكيد. أنا ككيان كإنسان، أنا في الآخر اللي سوف أحاسب قدام الله سبحانه وتعالى، أنا اللي في الآخر اللي حبني الأسرة، أنا اللي آخر الليل حنام على مخدة. نعم. مخدتي مش هيجوا أهلي يناموا معايا، ولا هم حيعطوني شهادات، الشهادات تكون في الصباح فقط. صحيح. وأنهم مبسوطين مني، ولكن في نهاية الليل أنا اللي حنام على مخدتي، أنا اللي في الآخر حشوف بالفعل أنا مبسوط في هذه المهنة، مبسوط مع هذه الزوجة اللي أنا لم أختارها، مبسوط مع أشياء كثيرة تحدث معي هم اختاروا لي إياها، حتى في بعض الأحيان ممكن يمنعوه من لبس معين يقولوا لا هذا اللبس ما يناسبش عمره كذا كذا، أنا ما لي علاقة بهذا كله. أنت دائما عشان تفهم التوازن بين طموحك الشخصي وبين طموح المجتمع والأسرة والأهل وزوجتك وكلية هذولا، يكون في توازن. أنا ما عندي مشكلة يصير فيه 50% 50% أو حقق 50% من الطموح اللي يريده هذول الأشخاص اللي حواليا و50% طموحي أنا، يكون في توازن. هنا الآن
أنا حرتاح شوي. إنما إني أنا أكون حياتي، وهذه للأسف نسبة عالية جدا أكثر متواجدين في مجتمعاتنا، 90-80% لما بيجوا بيقعدوا معنا ألاقي كل هيت حياته ردة فعل، وهو بيحاول يحقق طموحات. فعلا دكتور، يعني أنت ذكرت نقطة مهمة دكتور، يعني موضوع أيضا أن اختيار أيضا شريك الحياة اللي هو لا يتناسب مع هذا الشخص. اليوم نجد الكثير من الأزواج فعلا يعيشون هذه التجربة. نعم. يعني وبيحقق رغبات المجتمع ورغبات الأسرة، ولكن طموح الحقيقي ينعكس على الأسرة نفسها، لأنه بالتالي بيحدث حالة انفجار في لهذا الشخص. نعم. بسبب قيامه بأمور مش هو اللي اختارها، وبالتالي سواء على صعيد الأسري والمهني وأيضا على صعيد العلاقات الشخصية، وبالتالي يحدث الانفجار لأن يكون في كبت أو تراكمات. فكيف نتجنب هذا الأمر اليوم؟ شوفي، إحنا عندنا أهم ثلاث قرارات. نعم. في حياتنا، وهذا إحنا كنا عاملينها كدراسة، أهم ثلاث قرارات في حياة الإنسان والمصيرية في حياته. للأسف هقولك النتيجة تبعتهم، 80-70% منهم هو ليس صاحب القرار. نعم. أول قرار اللي هو قرار الجامعة، قرار العمل، قرار الارتباط. نعم. مع العلم الثلاث قرارات اللي بتكلم عليهم هدول هم اللي يبنوا شخصيتي. طبعاً طبعاً. هم اللي يبنوا كياني في حياتي. أكيد. فقرار الجامعة خلاص مش هنتكلم فيه لأنه اتخذنا نقاش كتير طويل فيه. فقرار الجامعة واحد من الاثنين، يا إما معطياتي والشهادة، آسف يعني المحصل التعليمي تبعي هو اللي وداني على بالتنسيق إلى هذا المكان أو الكلية، أو العكس الأهل اللي طلبوا ذلك. ثاني شيء العمل تبعي، أنا أمنية حياتي أشتغل شغلانة معينة، ولكن للأسف حالة المادية ما بتقدرش تزبط معايا، فحضرني أمتهن مهنة معينة لمدة 3-4 سنوات وهكذا. كمان هذه مش طموحي. كتير جدا كل من يعمله الآن، أنا بكلمك لما تجيبي 100 شخص موظف في أماكن معينة، من 100 فقط حنجد ما يعادل من 25-8 حروح ل30%. نعم. هم بالفعل هذا طموحهم هذه المهنة، والباقي لا، هذه مش مهنتي. آخر واحدة هذه كارثة، أهم واحدة فيهم، حتى في الزواج نسبة عالية جدا منهم مش طموحه أنه هو اختار هذه. هلا مش بقعد معاه بلي بيتنهد، وحتى المرأة بلي بتتنهد وبترجع لورا، لا مش هذا اللي كنت مختار. نعم. نعم. حضرتك متجوزة بقالك أكثر من 12 أو 20 سنة. نعم. كيف مش هو هذا؟ لا أنا كان طموحي مش عارف، كنت بدي أعمل كذا وكذا بس الأهل كذا كذا. فهان في ناس للأسف خلاص. نعم. أصبحت ردة فعل ونسيوا طموحهم وتعايشوا مع هذا للأسف الشيء. لأن في ضغوط من الأسرة. نعم. وأيضا من المجتمع. نعم. فيمكن هاي أيضا هني رسالة نتوجه بها أيضا لكل ولي أمر وللمجتمع بشكل عام، أن يخفون الضغوطات على هؤلاء الأشخاص، لأنه بالتالي كل شخص حتصير تتوالد وبعدين حتصير مشاكل في المجتمع. للمشكلة لأن نعم. لأن دكتور لو نشاهد الآن نسبة الطلاق كذلك مرتفعة. طبعا. بسبب عدم اختيار هذا الشخص لشريك حياته المناسبة. ما فيش توافق. ما في توافق، وأيضا حتى في الصعيد المهني تجد بعض الأشخاص غير منتجين لأنهم اضطروا أنهم يعني يوضعوا في هذا القالب بسبب الاكسبكتيشنز مال الاسره وايضا. صح. المجتمع. صح. او توقعات الاسره والمجتمع. صحيح. لهم، وبالتالي غير منتجين في وظائفهم. صح. طب دكتور ايضا اليوم نجد ان الاطفال ايضا يكون عندهم او تتشكل عندهم بعض الطموحات منذ الصغر، ومثلا يحب العزف على آلة معينة او يحب الرسم، وبالتالي يكبر وهو في حلم حياته انه يكون مثلا رسام أو مثلا موسيقار أو موسيقي أو في مجال الموسيقى، ولكن أيضا الأهل يعتقدون أنه يعني هذا اختيار خاطئ، اختيار خاطئ. نعم. وأن هاي ممكن تكون بس هواية وليس مهنة. وإلى آخره. كيف يؤثر ذلك على نفسية هذا الطفل؟ شوفي، هو الآن هي اللي أنت قلتيها، هو نوع من أنواع الهواية. بس أنا هواية عندي زي اللي أنا بقولك عليها، اللي كانت نفسها مثلا تصير مذيعة. كلنا في الآخر وإحنا كنا أطفال أيام المدرسة كان عندنا دائما ثلاث مهن كنا نحب إحنا نشتغلها أو طموحنا. دائما نقول لك أنا نفسي أكون بنات، أكون مدرسة أو أكون طبيبة أو ممرضة، وفي بعض منهم الآن صار يقول لك مذيعة أو ممثلة. نعم. نفس الشيء كان موجود يقول لك أنا نفسي أكون طيار للولد وكذا وكذا. هذه كلها انتبهي، هذه نوع من أنواع الطموح. الآن أنا ممكن أدخل الطموح مع الهواية. هواية هذا الولد كان يعزف، لكن لو نروح للمدرسة ونيجي نسأله أنت شو أمنية حياتك لما تطلع وتكبر، يقول لك لا أنا نفسي أكون طيار. فطب هذا للعلم إحنا دائما بنشوفها، أنت كيف بدك تكون طيار وأنت بتحب تعزف؟ الآن في فرق ما بين أنا الشيء أحبه، اللي أحبه هذا الشيء هو طموحه، إنما هذاك الشيء الثاني اللي إحنا قلنا له أنت شو نفسك لما تكبر شو تكون، فقال أنه نفسي أكون طيار، لا مش هو هذا الهدف. يعني عشان نقطة مهمة جدا يفهمها الأهل. صحيح.
هديك صورة تخيلية لأنه هو بيشوفها في التلفزيون، يمكن الأهل زاروا هذه الصورة، نعم. مناسبات كثيرة ليست مبنية على أسس لا. معينة، فعشان يكون الأهل كان كمان يكونوا أذكى يقول لك لا، ففي ناس تقول لك شو فهمهم هذا مبارك كل شوي بيكون بيحب إشي وفجأة بنلاقيه بيروح. نعم كلامهم صح مش خطأ، لكن الشيء اللي هو بيمارسه هي هذا الهدف، نعم. أو هو هذا الطموح تبعه، نعم. اللي احنا بنسميه الهواية. في فرق ما بين الأمنية، الأمنيات عندنا كثيرة جدا، كل هيت عندنا أمنيات كثيرة جدا، فننتبه بالنسبة للطفل الصغير اللي بتلاقيه بيقعد يعمل شيء معين، بيقعد يفكفك أشياء، بيخرب أشياء، نعرف أنه هذا هو الطموح، مش في فرق ما بين المهنة أو اللي احنا بنقوله اللي هو شو ما أتمنى، لكن هذا اللي بيعمله اللي هي زي الآلة الموسيقية وغيرها، هذا طموحه والهدف اللي ممكن يوصله لما يحضر. حلو. نعم. طبعا دكتور نحن نشكر جدا وجودك ويانا اليوم دكتور نادر ياغي المستشار النفسي، وأيضا شاكرين جدا النصايح اللي وجهتها لكل من يتابعنا اليوم. نعم. ونتمنى لك نهار فعلا.